حكم الهوى وتفرقوا الحلوين، حكم الهوى وشرت غيم تشرين، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين. لو ما الهوى ما بيضحك الياسمين، لو ما الهوى ما بيفرح الحزين، لو ما الهوى ما بيضحك الياسمين، لو ما الهوى ما بيفرح الحزين، لو ما الهوى قادر يداوينا ويترك جرح فينا ويحكم علينا نحب ويسرق أمانينا. قادر يداوينا ويترك جرح فينا ويحكم علينا بصالحنا نرضى بفرحنا بينقل مطارحنا يغير عناوين. مين اللي قادر على الهوى يحلف يمين يحلف يمين. ليش سميتي ابني على اسمه؟ يا فتاح يا عليم، عم بسألك جاوبيني. ما بعرف. كذابة، سميتيه لأنه بعدي بتحبيه. مو صحيح فؤاد، مو صحيح. كذب كذب. صدقني فؤاد، أنا مو بقى حبيته، أنا بحبك أنت. أنا ما بنكر إني كنت أحبه، كتير تعلقت فيه وكرهت أبي كمان لأنه حرمني منه وما خلانا نتجوز. بس بنفس الوقت حقدت عليه لما تركني وسافر. استنيته سنة تنتين وثلاثة وبعدين عرفت من صديق مشترك كان بيني وبينه، شافه بالإمارات
عرفت منه انه اتجوز واحدة إماراتية ومبسوط معها، طمع بالمصاري وبالجنسية. بعد هيك انا حقدت عليه كثير. حقدت عليه؟ وسميت ابنها اسمه؟ لأني قررت أكره كل شيء في رجال بالدنيا. وقلت يوم اللي بده يجيني ولد رح سميه سام. رح تضل أتذكره وكل يوم أكرهه أكثر وأكثر. لهيك أنا بميز زيارة عنه. معقول؟ معقول في أم بالدنيا تكره ابنها؟ إيه. إيه. مثل ما كرهت أبي. أبي اللي خلفني كتر ما ظلمني وعيشني بقهر. وأنا أنت الشيء الوحيد الحقيقي بحياتي، مع أني ما كنت بدي أحبك. حتى لما حبيتك حبيتك بيني وبين حالي. أنا كان بدي أعيش معك بسلام وبس، بدون لا حب ولا غزل ولا تعلق. لأني بكرهها، بكرهها هي المشاعر كلها، بكرهها فؤاد، بكرهها. أنت عم تكذبي على حالك وعم تكذبي علي يا فادية. أنت كذابة، كذابة. البيت اختك قال مشتاقه لتعرس. حاب الله. تفضل حبيبي. تسلموا الديار. شو استاذ سام؟ والله شايفك صاير عم تشتغل على الكرش مزبوط. ها هذا حكي كثير منيح يا سيدي. بكره بس تصير من عمري لنشوف شو بدي يصير معك. لك صحيح شو قصتها بدك ناهد غلطه؟ قسما بالله ناطف قلبي على بنتها. بعد قلبي خلص اليوم نروح ونسهر عندهم. هلا بدي اسالكم سؤال. هلا انا بكره رح اتجوز وراح يصير عندي اولاد. رح تحبون اولادي مثل ما بتحبوها لتاج؟ شو هالحكي هذا؟ اكيد رح نحبهم التاج واكثر. ايه وليش اكثر يعني؟ لانه تاج حملت اسم عيله ابوها، اما اولادك رح يحملوا اسم العيله. ايش؟ نعم. يعني حتى بهي التعصب شغال جواتنا؟ كل الناس هيك حبيبي. ايه؟ ممكن والله. المجتمع الشرقي العجيب. بالمناسبة هلا انتم مالكم ناويين تساعدوني لحتى اتجاوز مشكلتي مع يارا واتجوزها بقى؟ بابا شوف شو مطلوب مني، انا جاهز. المطلوب منك انه تروحوا انتم الاثنين وتطلبوا لي اياها. ايه مو لتلين امها بالاول؟ هذا هو تماما بقى المطلوب منكم، يعني انا بدي اياكم تروحوا لعندها وتحاكوها شوي، يعني بركي بتلينوا بيمشي الحال. انا من ناحيتي جاهز، شوف ماميتك. ماما شو وضعك؟ حبيبي أنا جاهزة وما عندي مانع، بس شوف إذا خجلونا بتنسى بالمرة إني أنا أرجع وأتنازل لهيك موضوع، تمام؟ طيب شو أنتوا تغديتوا؟ لا ما غدينا، ناطرينا. والله يا حبيبي أنا اللي بعرفه إنه العالم تعمل رياضة بعد الأكل مو قبل الأكل، يعني بتخيل إنه أنت فهمان الموضوع هذا. أخي أنا بدي أسوي رياضة قبل وبعد، أنت أخو مرأي شيء. لا والله مالي أخو مرأي، بس أنا بالنسبة لي أنا كثير جوعان وفارض جوع. قوم لأنك يلا حبيبي. يلا أنا خمس دقايق بكون صرت عندكم. ها يلا تعاصي منيح. ها شو ما في غدا كمان اليوم؟ Thank you.
مرحبا. اهلين بابا. يعني وبعدين مع هالحاله؟ انو حاله؟ لامتى بدنا نضل عم نفطر ونتغدى ونتعشى كل يوم حواضر؟ يعني والله جاي على بالي اكل طبخ. خلص تعملاتنا هلا بشوف شو فيني اطبخ وبعمل لك. طيب شو؟ طب انا شو دخلني؟ الله يوفق اختي، روح اطلع غيري تيابك واستعجل عمينا شي اكله، والله رح موت جوع. يعني هنا شو بتنق مثل اولاد صغار؟ مش طابخة ولا حد عمل شي. هلا اجيت من شوي وامبارح واول امبارح وبكره بعدين معك. فؤاد تركني بحالي، الله يخليك تركني بحالي. اه تركني بحالي ليه؟ لحتى تروحي عند حبيب القلب؟ فؤاد عيب عليك، عيب تحكي معي أنا هذا الحكي. لك أنا بعمري ما خدتك ولا قصرت معك، أنا بحبك والله بحبك، رح ضل حبك بالسر وبالعلن لحتى موت. هلا خلصينا من الحب تبعك، شو مشان بنتك؟ بدك تحرميها مثل ما أنت انحرمتي، بدك تخليها تحقد على كل البنات ومنهم بنتها وأمها اللي خلفتها؟ ما بعرف، ما بعرف. صعبة، صعبة علي كتير صعبة. أنا ما فيني شوفه لهذا البني آدم، ما فيني قابله، ما فيني حط إيدي بإيده وسلم عليه. لك هذا البني آدم ضيع عمري. أنت كل عمرك عايشة معي وما كان ضيع، هيك عايشة أحسن عيشة وما ناقصك شي. أو صحيح ما كان عندي المشاعر اللي كان عنده إياها. كنت شو عم تحكي معي هيك؟ إلي عم تحكي معي هيك؟ بعدين أنت على شو عم تلومني؟ عشو؟ ما أنت قبل ما تعرفني كنت بتجوز بفرنسا وكان عندك 20 صاحبة، نسيت ولا ذكرك؟ ما تذكريني أساساً، مش ناسي لحتى تذكريني، ما بدي أتذكر. اسمعي لك، اليوم بتحكي مع بنتك بتطيبي خاطرها، فهمتي؟ ما بعرف، تركني فكر فؤاد، تركني فكر. بشو بدك تفكري؟ يكون بعلمك سواء انا رضيتي او ما رضيتي انا بدي اجوزهم لبعض، مش رح احرمها من مشاعرها الحلوة، ما رح اسمح لبنتي تتجوز رجال يعيش معها مخدوع طول العمر. بابا لساتها زعلانة؟ ايه. طيب لأمتى بدها تضل هيك؟ ما تضغط عليها، تعبانة شوي، بكره بترتاح. يعني في أمل تطلع من هاي الحالة ولا لا؟ في شي بالحياة اسمه العادي، بكره بتعود. والله يا بابا هي القاعدة بتمشي مع كل الناس إلا مع ماما. ايه قاعدة تعود والزمن الكفيل بالنسيان. وليش بقى؟ يعني كل هالسنين وما قدرت تنسى قصتها مع أبوها خلدون، حياتها الطويلة معك ومعنا، شغلها ومشاريعها وكل هالرفاهية، كل هاد وما قدرت تنسى؟
انه مش معقول. بابا وامك انصدمت والصدمة عمل فيها هذا الشيء. اهلين ماما. لوين راحت؟ اكيد على الشغل، ما شفتها حاملة الشنطة. بابا بدي اطلب منك طلب. اطلب. بتمنى ما تكره اسمي او تربطه باي حدث تاني غير حدث ولادتي، يعني وقت اجوا وقالوا لك مبروك اجاك سامي ابو سام. اكيد لا. يعني بتقدر؟ لك شو بقدر، انت ابني وحبيبي وجزء من روحي، انت حامل اسمي كمان. الله يخلينا يا بابا. أنا كمان بدي أطلب منكم طلب. تفضل بابا. ما بدي إياكم تنظروا لأمكم نظرة مش منيحة. أمكم حبت حب حقيقي، والحب الحقيقي بالنسبة لإلي طاهر ومقدس. حب ما في أي متاجرة ولا أي مصلحة. الحب الحقيقي هيدا هو اللي عمل فيها هيدا الشيء. هي بس مشاعر أبوه لخلدون ما كانت مشاعر حب حقيقي اتجاهها. مش مزبوط بابا. هو كمان حب حب حقيقي، وقال ما كان رح طلب إيدها من أهلها، بس الظروف ما سمحت إنه يكفوا. أنا بدي أطلب منكم إنكم تضلكم تحترموا أمكم وتقدروها، وهذا الشيء فرض عليكم. أكيد بابا. يا رب شو؟ ما توصي حريص بابا. طيب انا بدي اقوم غير ثياب وانزل على عيادتي. انتوا مش رايحين على الجامعه؟ بلا بابا طبعا. ويلا قوموا غير ثيابكم. يلا يلا يلا. هذا مش ابني. هلا صحيح قلي ابوك شو عم يحكي على امي؟ مجنونه انت؟ قسما بالله ما حكى ولا شيء، بالعكس حتى امبارح فات لعندي على الغرفة كان عم بيقول لي اوعك علاقتي القديمة بأمها لحبيبتك تأثر عليكم بشكل سلبي يعني. وإذا بدك حكى لي قديش كان بيموت عليها لأمك وقديش بيحبها. بس طبعا يعني ما مشي حال لأنه كانت ظروفه المادية كثير سيئة، فكان مستحيل يصير اسمه ونصيبه. هلا بتعرفي شو؟ ما بعرف، هلا يبدو هو صار عندهم ردة فعل، يعني صار بده ينتقم من المجتمع ومن العالم، فراح باتجاه الزواج التقليدي اللي هو بلا مشاعر وحب. هدف المصاري بصراحة. بس لكن ماما عن جد بتموت عليه. خلدون؟ هلا لو امي وابوك تزوجوا مين كان رح يكون اخو الثاني؟ يعني انا كنت رح اكون بنت ابوك، ولا مثلا انا بنت ابي وانت ابن امي؟ لك يا حرق قديبة قسما بالله فوتيني بألفين حيط. هلا اسمعي اسمعي لقلك، امك شو وضعها؟ يعني لانت شوي ولا شو؟ لا والله. هلا انا بدي اسالك سؤال. اي شو؟ انت مقتنع انه نحن اذا تزوجنا رح تكون حياتنا هيك طبيعيه ما فيها مشاكل بعد كل هدول القصص اللي صار؟ يعني انا برايي ايه، اكيد رح تضل طبيعيه وما فيها مشاكل اذا نحن حاولنا نحافظ عليها. طيب يلا قوم خلينا نروح على البيت احسن شيء. لك صحيح؟ على امبارح ماما كانت عم تقول لي انا مستعده اروح لعند حماتك واقطع توافق. وانت حضرتك دغري عملت لماما حماتك؟ يا حماتي ليش ما انا حماتي؟ ايه قوم 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 ادعي لربك ليل ونهار تصير حماتك. والله يا حبيبتي انا عم بدعي ليل ونهار ان شاء الله بتزبط، عم بعمل اللي علي. قومي. يا ربي دخيلك ليش حطيتني بهالموقف؟ ليش؟ والله صعب علي كثير، صعب علي احرم بنتي من فرحتها مثل ما انا الحرم، وصعب علي كمان ارجع اشوف وجعي وضل بموضع شك من اهل صغري وزوجي وولادي. ليش رجعت؟ ليش؟ ليش ما اجيت وقت كنت عم بنترك؟ يا ترى لسه بحبني مثل اول؟ يا ترى بس يشوفني رح يعرف انه بعمري ما حبيت غيره؟ هيك يا سامي أنا كنت ناطرتك وأنت كنت غرقان بالعسل والمصاري
تفضل. مساء الخير. مساء النور. فينا نحكي شوي؟ عادي عادي نحكي. ماما انت ليش مصرة تمشي الماضي وتخليه يعيش معنا؟ والله حرام حرام، مشانك ومشان بابا، مشاني انا وسام. انا ما انا بشت الماضي، انت جبتي لي اياه لهون لبيتي بوقت انا كنت دافنته نسيانته. يا امي انا شو ذنبي؟ انا شو بيعرفني بكل هاي القصه؟ انا ما اخترت اني حبه لخلدون، وانت حبيتي وبتعرفي، بتعرفي انه الحب ما بيجي خيار، الحب بيحتل الواحد غصبا عنه. بعرف. لكن ليش ما بدك توقفي معي؟ ماما بيهون عليكي كرر تجربتك وعيش حياتي مع واحد ما بحبه. ضل طول الوقت عم استجمع قواي بس لورجي اني مبسوطه واني بحبه وانا مو هيك. طول عمري كنت احلم اني اكون مثل كل البنات، اني لما احب واحد ويحبني تكون امي رفيقتي وسندي وتدعمني لحتى اكون معه. ايش بدك تحرميني من هذا الشعور؟ بهون عليكي. وانتي كمان ما لازم يهون عليكي انه امك تعيش عمرها مكسوره قدام بيت حماكي. يا امي ليش لتنكسري؟ بالعكس، هي فرصتك لتواجهي. هو خيبك وتركك وراح تزوج، هاي فرصتك انتي بتقلي له انا هون ما نطرتك، تزوجت جبت ولاد وعشت حياتي، زوجي بحبني وانا بحبه. واجهي ماما، واجهي بقوة، لانك انتي قوية كتير، موقفك قوي، وضعك الاجتماعي والمادي قوي. بالعكس هروبك هو اللي بيعني انك ضعيفة ومكسورة، هذا الشي اللي بيرضي غروره، بيخليه يسجل موقف بطولة قدام العالم ويقول ليك يا حرام لساتها بتحبني ما قدرت تشوفني ولا تواجهني. على فكرة ماما، بارح أبوه لخلدون حكى معه على انفراد وقال له إنه هو كان يحبك كتير وإنه كل شي عمله كان ردة فعل، تحمل مرته كل هالعمر بس مشان يصير معه مصاري وينتقم من الفقر، لأنه الفقر كان السبب الوحيد اللي خلاه يخسرك. تصبحي على خير. الوالد الكريم، ثمة تطورات عظيمة تحصل في هذا المنزل الرائع. على أي صعيد؟ على صعيد قرارات السيدة الوالدة. شو يعني؟ أحب أخبركم أنه أخيراً السيدة فادية لانت.
طلبت مني خبر خلدون مشان يجي لعنا هو واهله بكره. شو هذا ما بدها؟ ما بعرف، فتت امبارح المساء لعنده على الغرفه، حكيت معه واقنعته. كيف اقنعتيها يا سيده الاقناع؟ يعني شويه استجداء عواطف، كم حيله، طلب تظلم. لوعت لها قلبها، زعلت علي. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك. ليش ما حكيتي لي امبارح؟ بابا انت كنت بالمشفى، ولما رجعت كنت انا نايمه. بعدين تخيلت انه هي تقول لك. انا لما وصلت هي كانت نايمه كمان. يعني هلا بفهم منكم انه بكره جايين خلدون واهله يشرفونا؟ نعم. اسمعوا منيح. مثل ما حكيت لكم قبل. ما بدي اي لمحه، اي همسه تحسس امكم بالاحراج. بدي تستوعبوها باي رده فعل بتطلع منها. اكيد بابا، بس الاهم انت شو رح يكون شعورك؟ انا ما بدي اياك تكون محروج او متضايق ابدا. انتوا بس تكونوا مبسوطين بكون انا مبسوط. صباحو. صباحو يا احلى ام بالدنيا. صباح الفل يا روحي. سعد صباحك يا روحي. شو فطرتوا؟ ايه ماما فطرنا. صحتين وغنى. فؤاد اليوم بعد الظهر بدنا نروح انا وياك على السوق. على فكره ما رح نجي ناخذكم، تعالوا لحالكم التاكسي. ليش بقى؟ نجيب فستان ليارا وبنفس الوقت نجيب ضيافه مشان بكره. روحي انت ويلا انا عندي شغل. قول حتى وصلكم. يلا صباح الخير. لا صباح النور. تفضل دكتور. ميلي قهوة سادة لو سمحت. بس قهوة سادة للدكتور. وهلا شو ناطرني بعد؟ كيف بدي اطلع بوجهه؟ كيف بدي اتقبل كون انا وياه معه بنفس الغرفه؟ كيف بدي اتحمل نظراته إلها او حتى نظراتها إله؟ ليش يا فادية؟ ليش عملت فيها هيك؟ ليش؟ ومفكرة اني رح سامحها بس تبكي لي او توافق على زواج بنتها. قال شو؟ امشي معي على السوق. لك والله رح طب. رح بش. شو لازم اعمل؟ احسن شيء يبين اني طبيعي، حسسها اني لا بغار عليها ولا اني مهتم لا فيها ولا فيه. ايه عن جد انا لازم غير استراتيجيتي وما بقى بحياتها تسمع مني كلمه غزل. هلا صار وقت تبادل الادوار. رح اعملها كانها خادمه بالبيت بس لتشوف طلباتي، ورح ارجع صاحب واظهر وفوت وخليها تحس بقيمة النعمة اللي كانت عايشة فيها. تفضل. صباح الخير دكتور. صباح النور. هاي القهوة. بدك شي ثاني؟ لا شكرا. طيب عفوا دكتور، بس في مريضة برا بخليها تفوت؟ لا ما عبالي اشوف حدا اليوم. أو بقول لك مين المريضة؟ الست هنادي. خليها تفوت. حاضر. صباح الخير دكتور. يا أهلا يا أهلا وسهلا. يا صباح النور. شو هالجمال هيدا؟ تسلم عيونك. شو هالأناقة هي؟ من زمان بتطلب الفحص خاص مش هيك؟ يلا صار وقته. تفضل. عن جد عم تحكي؟ يعني حسيتيها وافقت على مضض ولا من قلبها؟ لك لا شو على مضض؟ من كل قلبها. خلوه انت ما شفتها الصبح قد كانت فرحانه.
بس والله انا كثير زعلان. شو زعلانه؟ على بابا. مو معقول كيف هيك متغير ومزاجه مقلوب. وين بابا تلاقيه طول الوقت قاعد عم يضحك فرحان، يقعد يتغزل بماما وينكت ويمزح، هلا طول الوقت قاعد زعلان مكتئب حزين ما بيحكي معنا، عم بيقعد بغرفته اصلا مقضي 3 ارباع وقته برا البيت. اجباري يعني، هي رده فعل طبيعيه. هي ماما عم تدق لي. لا والله هناك وصلت. يلا قومي روحي. دايما صحة. بدك شي بابي؟ لا سلامتك. يلا بشوفك. اوكي ليكي بس ايدي فستان حلوة. حبيبي انا كيف ما كنت حلوة؟ اهتمي لي بجمالك. باي. هيدي نسوان وهيدا دلال، لكن متى هالحيط اللي عندي؟ وقال شو؟ طلعت ما بتحبني كمان. ايه بسيطة يا ست فادية، تلقي مني ان كان فيك تتلقي بعد اليوم. الو. ايه يا ياسر، والله مشتاق لك انا. لا اليوم ما اخذش، بدك بكره بعد الظهر. اوكي اوكي ماشي، يلا باي. شو فهمتك؟ بعد ما بيجوا بخمس دقايق، بعد ما تسلمي عليهم طبعا بتساليهم شو قهوتكم، على هالاساس بتقومي بتجيبي القهوه. ماشي، وعدي هيك قاعده راكزه. اوكي طبعا بتضيفي الاب، بعدين بتضيفي الام، بعدين بتضيفي العريس. ماشي، خمس دقائق اكيد انه رح يحكوا بالموضوع. بتقومي بتجيبي الضيافه الفواكه وكل شيء، وكل شيء جبنه، ولا تقولي لي تعالي ساعديني وقت بدي انا بقوم لحالي. والله حفظته لهذا الحكي، هاي عاشر مره تقولي لي. بنفس الوقت لا تتلبكي وترجف ايديكي، ماشي، ولا تندلقي فرد دلقه. هلا انت عم تلبكيني بهذا الحكي اللي كل شوي عم تعيدي لي اياه نفسه. لك ما عم لبكك، انا عم علمك. اهلا وسهلا. مرحبا حبيبتي. اهلا وسهلا، تفضلي. ما شاء الله عليكي. اهلا عمو. مرحبا عمو، كيفك؟ مرحبا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا مدام. مرحبا، اهلا خالتو، تفضلي. اهلا وسهلا، تفضلي. اهلا عمو. اهلا حبيبي، تفضل. كيفك؟ أهلا خدوم، كيفك؟ تمام، تفضل. تفضل تفضل. مشكور. يا أهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. يسلموا إيديكم على الوردات، ليش عذبتوا حالكم؟ لا حبيبتي، الورد للورد، تستاهلين. تسلميلي. شو وين الصبايا؟ ليش ما إجوا معكم؟ حفيدتي توتي تعبانة، لذلك بقيوا عندها بالبيت. سلامة قلبها إن شاء الله، يلا خير بغيرها. الله يسلمك. كيف الصحة؟ الحمد لله تمام. شو قهوتكم؟ حبيبتي كلنا نحبها سادة ما عدا خلدون، يحبها حلوة. تكرم عينكم، على عين. لكن حضرتك إماراتية أم خلدون؟ ايه والله من الامارات، يعني بس صار لي زمان عايشه في الشام. ايه اهلا وسهلا فيكي. هلا بيكي. كيفك ام سام؟ الحمد لله الحمد لله. كيفك اخي ام سام؟ وكيف الشغل؟ الحمد لله الشغل كثير منيح، اكثر شيء ماشي بالايام شغل التجميل.
لأنه كلهم بدهم يعملوا عملية تجميل لحتى يصيروا حلوين، كلهم صاروا بيشبهوا بعض مثل الفنانات. صحيح صحيح. تفضل عمو. شكرا. أهلا وسهلا. تسلم ايديك. تفضلي طنط. يسلموا حبيبتي. تفضل. يسلموا. شكرا. تفضل. يسلموا ايديك. ماما تفضل. يسلم. شكرا حبيبتي. وين قلت لي صارت العيادة دكتور فؤاد؟ العيادة بنفس الحي اللي ساكنين فيه بيت عمي. اها، يعني تعرفتوا على بعضكم عن طريق العيادة؟ بدك تقول هيك شيء. ليش كنتي رايحة تعملين تجميل يعني؟ لا حبيبتي، لأنه أكيد مالي بحاجة، بس عيادة الدكتور فؤاد كانت بحارة أهلي، فكنا دائما نلتقى بالحارة، وهيك حبينا بعضنا وحبينا بعضنا كتير كمان وتزوجنا. الله يهنيكم حبيبتي ويديم المحبة إن شاء الله. دكتور فؤاد، نحن بيسعدنا وبيشرفنا إنه نطلب إيد كريمتكم لابننا خلدون. نحن إلنا الشرف. الله يزيدك شرف، نحن اللي منتشرف. نحن بصراحة سألنا عنكم، فلما لقينا أن وضعكم المادي بناسب وضعنا المادي، يعني بنتنا رح تعيش عنكم بنفس الحالة الاجتماعية اللي عايشتها ببيت أهلها، على هذا الأساس وافقنا. الله يرزقكم. الله يرزق الجميع. بتعرفوا بهاي الأيام المصاري هي سر السعادة، يعني بدون مصاري ما بيكون لا في وظيفة ولا في مستقبل، حتى ما في صحة أحيانا. مشان هيك المصاري هي كل شيء. أكيد. أنا بدي لبنتي بيت محترم، يعني مثل البيت اللي عايشة فيه ببيت أهلها، وبدي سيارة فخمة. وبالنسبة للمجوهرات هذا الشيء بيرجع لذوقكم وتقديركم. أما مشان متقدم ومتأخر، بدي 10 مليون متقدم و20 مليون متأخر. يعني إذا ما عندكم مانع نقرأ الفاتحة وطلباتكم وطلبات عروستنا الحلوة أوامر. ما يأمر عليك ظالم. نحن كل بهمنا أن يكونوا أولادنا سعادة وفيكم الخير والبركة. الله يبارك فيك. معناتها سمعونا الفاتحة. يلا يا رب. مبروك حبيبي. يعني هلأ حضرتك مبسوط بحالك هيك؟ شوية تانية رح تصير جد، ولسه عم تلحق نسوان من هون لهون. وأي نسوان هي؟ يا أخي أنا قضيت عمري نكد. أنا بدي أعيش، بدي مني يدللني، بدي مني يغنجني، بدي مني يحبني، بدي مني يسمعني كلام حلو. بدي عود كل السنين اللي راحت. يعني هيك بتضل قاعد ناطر الست فادية؟ هي قبل هالقصص ما كنت تهتم فيها، هلا بقى تهتم يعني؟ انا بدي اشوف وش بشوش. اها، وما لقيت هالوش البشوش الا بهالنسوان هدول تبع الكباريهات، من كباريه لكباريه ومن ملهى لملهى. شو بدك يا سيد هلا؟ شو بدك؟ بدي اياك ترجع لعقلك وتحافظ على علاقتك مع مرتك، منشان سمعتك وسمعت ولادك، ومنشان سمعت احفادك اللي بعد كم يوم رح يجوا على الدنيا. انا مبسوط هيك. طيب، وإذا قلت لك إنه الست فادية هي بالذات طلبت مني إني أحكي معك. فادية هي اللي طلبت منك؟ إيه نعم، الست فادية بالذات هي اللي طلبت مني إني أحكي معك وأترجاك تسامحها، وقالت لي بالحرف الواحد إنه هي رح تتغير 180 درجة، وقالت لي كمان إنه بتحبك وبتعشقك، وإنه أنت الرجل الوحيد يلي حست معه بالأمان من يوم ما خلقت.
بقى شو رأيك يا صديقي؟ اللي لشوف. بدك تطول حياتي؟ لا لا، عملية بتاخد شي نص ساعة ساعة مكسيكو. ما تطول، بلكي اليوم نسهر سوا. يا عيونها لفادية. يعني معقول انت بهالسرعة هيك تغيرتي؟ كيف يعني حبيبي؟ يعني انه صرت تعبري عن مشاعرك هيك بكل جرأة وبدون خجل. حبيبي انا كان في بقلبي حسرة، في حدا ظلمني بحياتي وظلمني بقوة، وكان لازم لما بدي واجهه واجهه بقوة، ولما صار هذا الشيء انا ارتحت. قد كان جارحك هالموضوع؟ كتير فؤاد، كتير وأكتر ما تتخيل. أنا كان حلمي إني التقى بهاد البني آدم، بس لحتى رد له الساعة ساعي. يعني هلا بفهم من هالحكي إنه بدي يصير عيش حالة حب ببيتي. أكيد يا راحي، بدون نق وبدون جفاصة وشوفة حال ومشاكل بسبب بيت أحمى بنتنا. طبعا حبيبي طبعا. الحمد لله الحمد لله يا رب. بس بدي منك توعدني وعد. شو؟ بدي اياك تنسى كل شيء صار، بدي توعدني بهذا الشيء، وانا بوعدك اني رح اعيشك احلى حياه كلها حب وغرام وايام حلوه. بوعدك. هلا بتتأخر على شغلك. منأجل العملية. ما بتتأجل. يلا حبيبي يلا. يلا جهزي لحالك ريجي. باي. الله معك. ماما؟ أهلين بعروستنا الحلوة. إن شاء الله بيقبر قلبي الرايق. شو هالرواق كله؟ يعني كيف بدك يعني شوف بنتي حبيبتي مبسوطة وفرحانة ما أكون رايقة؟ قولي لي كيف؟ من قلبك عم تحكي؟ والله من قلبي. يعني أنت مانك زعلانة مني؟ لا يا روحي، ليش لحتى أزعل منك؟ بالعكس، أنت الحدا اللي انكتب لي على إيده إني أرتاح. كيف؟ ما في أبشع من الظلم، والأبشع منه إنه الحدا اللي ظلمك يهرب من العقاب وتعيشي كل عمرك عم تفكري كيف بدك تنتقمي منه وما تقدري. يعني انت هلا انتقمتي من ابوه لخلدون؟ ايه اكيد، وانتقمت منه اكثر لما عرفت منك انه هو كمان كان يحبني وكان عم يتعذب مثلي ويمكن اكثر، وعذبته اكثر لما قلت له قديش انا كنت بحبه لابوكي. والله معنك قليله يا فوفو، لأنه الظلم بشع وبشع كتير، مشان هيك ما كان بدي اياكي تنظلمي مثلي، لهيك وافقت. وبدي اياكي إذا متت تقولي الله يرحم أمي وتكوني رضيانة عني. ليش ماما أنت لهلأ ما سامحتي جدي؟ أنا ما فيني سامحه، أبدا ما فيني سامحه، لأنه ظلمني كتير. كل هاد لأنه ما خلاك تاخذي الشخص اللي بتحبه؟ لأنه كان بيعرف قديش بحبه، قديش ركعت وبست إيديه وبست رجليه، وما كان يوافق إنه يزوجني سام. كان خايف على ورثة، خايف إذا أخذت واحد فقير يقاسم أخواتي بكل شيء، مع إني قلت له مستعدة اتنازل عن كل شيء، عن حصتي بكل شيء، ما بدي منه شيء. كمان ما رضي، بالعكس كان كل ما يشوفني عم اتوسل له اكثر،
كل ما يزلني ويهيني ويضربني أكتر. كان يضربك؟ إيه كان يضربني. أنا عشت حزن وقهر كبير، كان كله متراكم جواتي ما كان يخلص. بس اليوم لما شفتك فرحانة، الفرحة اللي أنا انحرمت منها، قررت إني أنسى كل شيء، قررت إني خليك تكوني فرحانة على طول، أنت وأخوك وأبوك، ونعيش حياتنا من أول وجديد. أنت أحلى أم بالعالم. ماما أنا آسفة، آسفة إنه كل هاد الوقت ما كنت حاسة فيكي وما كنت عارفانة إنك حاملة جواتك هذا الحزن وهذا القهر. الله يخلي لي حكم ما يحرمني منكم.